القانون من الأسباب الموجبة هو تنفيذه بعدالة تمام. ومساواة على العموم. يعني أنا أختلف بالرأي مع الأستاذ سمير. أولا حكومة الكاظمي، طبعا احنا ما مسؤولين كدورة برلمانية خامسة عن حكومة السيد الكاظمي، لأن احنا ما منحنا الشرعية، هذا أولا. ولكن من حيث التقييم العام نعتقد بحكومة السيد الكاظمي كانت جزءا وسبب لهدر الأموال بشكل طائل، وخير دليل على ذلك هو امتعاض الأممي والإقليمي وحتى الشعبي وما حصلت من أحداث في حكومته، حيث كانت حكومة أزمات، خلق أزمات. الآن وبعد تصويت على كابينة السيد السوداني في مجلس النواب انعكس الجو العام الخارجي إلى الترحيب بهذه الحكومة والإقرار وإفضاء الشرعية لها في أداء مهامها. طبعا تفضل تعرج، أنا مو من باب الصدد أن أرد، اسمعني، من باب أرد أن أنا مخول عن شخص أو أتكلم عن شخص، ولكن هذا إعلام، فالكلام تدري إحنا عندنا بالجانب العشائري الكلام كود يصير لتوضيح، مرات الرد يكون بتوضيح. دائما التسريبات والكلام اللي حصل هذا ما يؤخذ به. اليوم قنوات بيجات كثيرة، البيجات هذه مدعومة من من؟ غرضها شنو؟ تريد تحاول أن تخلق أزمة، تريد تأجج الشارع، تريد تحول العراق من سوء، من حسن حال إلى أسوأ. هذا الشيء إحنا ما نعتمد بمبدأ التسريبات الحاصلة أو البيجات أو شيء. اليوم على حكومة السيد السوداني إثبات ما معمول به سلفا بالعكس. اليوم على السيد السوداني، وأنا أعتقد يمتلك الأدوات، أنا أعتقد نعم جايك بالطرح، السيد السوداني لديه رؤية جديدة، هو بنجاحه في هذه الدورة أو هذه الحكومة. اللي يريد ينجح بما أنه نية، أكو نية للعمل ويسبق التخطيط والعمل نية، أعتقد يكون نجاح، النجاح حليف. كمجلس نواب ملزمين أمام أبناء شعبنا بهذه الحكومة، ملزمين ومسؤولين، مسؤولين ومسائلين أيضا، اسمح لي، على خلاف ما قبل. قبل الكتل السياسية تتمخض من عندها حكومة وبالتالي يقولون هذه محسوبة لكذا جهة وكذا جهة. اليوم احنا في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة من الأخوة الكرد والأخوة السنة وحتى الإطار التنسيقي، نعم، ان يتحملون مسؤولية بدعم وإسناد ومعالجة الإرهاصات والإخفاقات الحاصلة وتقويم وتقييم عمل هذه الحكومة من خلال تنفيذ برنامجها الحكومي. يعني السيد السوداني أعتقد لديه مساحة واسعة وتفويض من خلال كثير من الإجراءات اللي أخيرها تغييرات في مراكز حساسة في الأجهزة الأمنية، واستهدفت شخوص يقال أنها أو هي كواقع حال محسوبة لجهات متنفذة، ولكن بمجرد تغييرها أعتقد هو إنجاز وخطوة بالاتجاه الصحيح.